السلام عليكم، اهلا بكم النهارده حلقه جديده من لقمه هنيه. يوم الاثنين كالعاده اكل سمك. طبعا قبل اي كلام وحشتونا اخر مره كنا مع حضراتكم في الاستوديو. طبعا كان بقالنا اسبوع من الاثنين اللي فات لحد لسه امبارح او اول امبارح لسه راجعين من شرم الشيخ. قعدنا حوالي بتاع اسبوع هناك، كل يوم كان في حلقات بنحاول نغير شويه وننشط شويه السياحه، وطلعنا شفنا اخبار الاكل ايه في شرم الشيخ، وطلعنا هنا وطلعنا هنا، ولكن يعني كان تغيير، شمينا هوا شويه وغيرنا الامور، وكان لطيف جدا على ما اعتقد طبعا اكيد راي حضراتكم. يعني شفنا اكل العرب، شفنا اكل البحر، وشفنا اكل مش عارف ايه، ولسه في على فكره كمان حلقتين ان شاء الله هيطلعوا في اقرب وقت لحضراتكم. يعني حاولنا نغير شويه الامور وكمان نبقى موجودين مع اخواتنا في شرم الشيخ بصفه يعني تدعيم السياحه، ونخلي الناس كده تبقى ايه يعني روحها المعنويه تبقى اعلى شويه. طبعا مش لوحدي، اكيد كل الزملاء كان معانا. رجعنا الاثنين كالعاده برضو اكله سمك، والسمك ما بيزهقش منه، وعلى ما اعتقد امبارح ما كانش في سمك، كان في مشويات على ما اعتقد. شفيق صح؟ صح. فالنهارده تمام، انا بحسب امبارح كان في حلقه سمك متعاده او متسجله. طيب يوم الاثنين كالعاده في سمك. عايز اعمل النهارده ثلاث اربع اكلات اسهل من بعض ومختلفين شويه عن كل اسبوع. جايب عندي سمكه حلوه جدا زي ما حضراتكم شايفين ما تعديش الكيلو، هعملها سيفود سنجاري، هنشوف بتعمل ازاي. جايب عندي كمان حبه سيفود مشكلين، جمبري وسمك فيليه وكابوريا وكاليماري، هعملهم سلطه هنشوف بتعمل ازاي. للطبق الثاني جايب عندي كمان حبه مقالي، هنعملهم بشكل بسيط جدا وشكل جديد مختلف، البربوني او المرجان او كاليماري او السمك القشر البياض، هنشوف بتعمل ازاي. وكمان عندي حبه جمبري سويسي، ممكن اعمله بحبه باستا حلوين كده لطاف ما فيهمش اي صعوبه خالص. طيب دي او ده المنيو بتاعنا. تعال نطلع فاصل، بعد الفاصل نواصل. كده عايش مع حضراتكم دايما مش مع نفسي هناك، ولكن طبعا كان لازم نعمل كده، وان شاء الله يا رب يعود الخير عليهم والبيوت تبقى دايما مفتوحه، ونحاول نساعد الناس دايما. وبقول دايما حتى قلتها وانا في شرم الشيخ، السياحه مش بس في شرم الشيخ، في الاقصر وفي اسوان وفي بلاد كتير جدا، السياحه عامه في مصر لازم كلها تبقى يعني رايحه في حته كويسه، لان في بيوت كتير جدا وفي ناس كتير جدا شغاله في السياحه، يعني فربنا يستحق ان شاء الله. طيب تعال خش بقى اكله سمك وتكون لطيفه كده. وانا قلت من شويه هعمل ايه، هجيب عندي سمكيه من نوع السمك اللطيف ده، ممكن تمشي قاروص، ممكن تمشي لوت، ممكن تمشي بوري، هعملها سنجاري بس بالسي فود والخضار، هنشوف بتتعمل ازاي. عندي بطاطسايه كمان مقطعها لها مع الكرفس مع البصل، تخش كده متعايشه عليها وتخش الفرن، هنشوف بتتعمل ازاي. عندي كمان حبه سي فود مسلوقين، كاليماري، سمك كراب ستيك اللي هو الكابوريا المخليه، عندي جمبري، كل ده كله هعمله بخلطه سريعه جدا مع الخضروات، هنشوف بتتعمل ازاي مع فليل برتقان او مع الليمون، هيبقى سلطه لطيفه جدا. وعندي كمان حبه مقالي هخليهم في الاواخر، سمك بربوني، سمك مرجان، جمبري، سمك فيليه، اي حاجه عايزين نحمرها هنحمرها بشكل بسيط جدا ما فيهوش صعوبه. وكمان عندي باستا هعملها بالجمبري ما فيهاش صعوبه برده. وعندي زي ما حضراتكم شايفين، شايف يا شفيق اللي جوه هنا ايه ده بقى؟ ليمون، انت طلعت لماح يا شفيق. طيب الليمون ده هنعمله في الاخر بعد اكل السمك، يعني نعمل عصير ليمون بالثلج والنعناع، هنشوف بتعمل ازاي. طيب نبدا بسم الله الرحمن الرحيم مع حضراتكم ونشوف هنعمل ايه مع بعض واحده واحده. طيب السمك لوت ده سمكه جميله جدا ومفيده وصحيه ما فيهاش اي صعوبه خالص، ولكن دايما كالعاده احب اتكلم عن مواصفات السمكه المثاليه للاكل الفريش، غير الاكل الفروزن او الاكل اللي هو ما يكونش بلدي وبنقول عليه بلدي. اللي بيفرق عندي في حاجات كتير جدا، طبعا بيفرق عندي في سعره رقم اتنين، واللي اهم من سعر النظافه بتاعته او الجوده بتاعته او اللي هو يكون فرز كام بيقولوا. يعني رقم واحد هو الفريش ما فيهوش هزار، المزارع مش وحشه ولكن رقم اتنين في الفرز عامه، ثلاثه هو الفروزن اللي جاي من بره عامه، هو ده نسبه الفائده الصحيه اللي بيتكلم عنها. طيب السمكيه دي تكون زي ما حضراتكم شايفين رايقه مفتوحه بالشكل دوت، معموله شكلها محمر ده مفتوحه طبعا من الظهر ومتنضفه كويس جدا، همشيها سنجاري ولكن هحشيها كمان حبه سي فود. خلينا نقطع السي فود مع حضراتكم. جايب عندي اي سي فود انا بحبه، بسم الله الرحمن الرحيم، زي مثلا الكاليماري، هشيل كده الزعانف دي كلها هستخدمها، اما بقيه الحته دي مش هستخدمها مش عايزها، يعني هاخد لحد كده، بص يا شفيق كده اهو، ناخد بسيط جدا من الجوانب ومش اكتر من كده عشان مش عايز اغوط على الراس دي. خليني ناخد كده الحاجات الحلوه دي ونقطعها
اي تقطيع، انا اقطعها جوليان مثلا او تقطيع اللي هي صغيره جدا، نفس الموضوع الجمبري، نفس الموضوع السمك. ولكن خلينا نقول دايما بنفكر التسويات او بنفتكر التسويات. لو انا سويت النهارده الكاليماري زي تسويه الجمبري، الموضوع هيبقى قلش جدا، لان الكاليماري بياخد شويه وقت عن تسويه الجمبري، وده في الاخر هيهري الجمبري ومش صح ومش مظبوط. فبحاول ان انا استخدم حاجتي واحده واحده، وتسويه تكون لطيفه، وهنشوف الموضوع مع بعض. بجيب عندي حبه الكاليماري دول، وبشكل بسيط جدا عندي طاسه سخنه بحط فيها حبه الكاليماري الاول بالشكل دوت، بسم الله كده اهو، وهديها عندي ندعه زيت بسيطه عشان خاطر الموضوع يكون معايا في تشويح شويه اهو، وحته زعتر في النص كده اهو يا شفيق معانا، وبقول اقلبهم مع بعض بالشكل دوت كده. بدأوا فلفلوا، هديهم عندي سنه ملح بسيطه وكمان سنه فلفل ابيض كده اهو، وسيبهم ماشي الكلام. طيب هخش بعديها ايه؟ عندي مثلا هجيب عندي حته قشر بياض كمان بالمره عشان يبقى ليها طعم كويس معايا في السنجاري، هقطعها برده اي تقطيعه. ده هعمله حشو او هدخله طبعا مع الخضار. الخضار بتاعي اي خضار طبعا، الاساسيات بتاعه السنجاري هي الطماطم، هي الفلفل الاخضر، الفلفل الرومي طبعا، الفلفل الحار لو حبينا، كل ده كله بيفرق كتير جدا معايا في التسويه. اهو ده كده خلاص ما خدش مني وقت كتير. هبدا اجيب عندي السي فود بتاعي زي السمك الفيليه او الجمبري مع بعض نفس التسويه، مش هزود اكتر من كده عشان برده السمكيه ما هياش كبيره، وعايز احط كمان خضار. انا هعمل صوص ازاي او هعمل ريحه حلوه ازاي؟ ولا حاجه، بجيب عندي ورقه كرفس زي دي كده اهوت، وبقطعها بالشكل ده كده اهو يا شفيق، واحط عندي كزبره وشبت وبقدونس، ولكن الكرفس طبعا اكيد ليه تيست عالي جدا مع التشويحه دي، مع بصلايه. اعمل حاجه ليها ريحه تاسس معاك في البدايه، وتلاقي في اخر الطبخه في حاجه ليها طعم كويس قوي، زي مثلا بصلايه مفرومه في النص كده، فص ثوم ناعم يديني تيست كويس. خدوا بالكم هنحط لسه كمان صلصه طماطم، ادي معلقه الثوم، واقلب الكلام الحلو ده كله مع بعضه، معلقه زيت بسيطه كمان عشان ما تنشفش مني. في ريحه عاليه طلعت من الكرفس والبصل، بقلب كويس قوي. ده حبه سي فود بتشوحين من غير اي صلعه ولا اي حاجه. الزعتر مع الكرفس مع البصل مع الملح مع الفلفل الابيض مع السي فود الفريش اكيد هيعلي التيست كويس قوي. حطينا بصلايه، حطينا كمان فص ثوم، حبه خضره مشكلين زي الكزبره والبقدونس مع بعض كده اهوت. دول كده على ما اعتقد، بلاش اكتر من كده تسويه. هعمل ايه؟ هشيل طبعا الحاجات الزفر دي مش عايزها، وهبدا اجيب عندي طبق فاضي واطلع فيه السي فود بتاعي عشان ابدا اعمل صوص طماطم. نفس الحله، يعني ممكن اعمل نفس الموضوع بس مش عايز اهري الامور بصراحه، يعني مش عايز انا خلاص كده تمام. بص كده يا شفيق اهو، ده حبه سي فود وخلصوا، وعندي الطاسه هي هي، هنزل بيها مع سنه توم بسيطه جدا اهو ماشي الكلام، وكمان حته بصلايه ناعمه قوي اهو معايا يا شفيق، وبلم كل الجوانب اللي انا قلبتها من شويه اللي فيها الكزبره وريحه الكرفس والطعم الثوم وده كله، بجيب عندي بشكل بسيط جدا كده، يعني بسيط، عصير الطماطم نص كوبايه عصير طماطم حلوه كده اهو. شايف يا شفيق؟ شفيق ما تنامش وحياتك، ما مش عايزك تبقى نايم معايا، خليك صاحي كده. معلقه طماطم بوريه كده اهوت، حبه ملح، تبل حاجتك كويس جدا، حبه فلفل ابيض، حبه كمون، حبه بهارات سمك، دي تتبيله حلوه جدا، صلصه طماطم مع بعض، بقلب كويس قوي الكلام ده كله، وممكن اعلي التيست اكتر واكتر يا رب الاقيها قدامي. هجيب عندي كده مكعب مرقه خضار او نص مكعب مرقه خضار، ببدا احط كده على طول اهو، انا بحب افرمه دايما بس انا بدأ يعني ايه هنجز نفسي اهو، نص مكعب مرقه كنور خضار ببدا احطه كده، ويبدا يديه تيست عالي. ليه بتحط مكعب مرقه مع الصلصه؟ ما دام حطينا صلصه طماطم لازم احط لها مكعب مرقه عشان تديك تيست عالي ويبقى الموضوع ليه طعم كويس قوي. الخضار بتاعي ما بحبش احطه دايما بتاع السنجاري، يكون فكره اللي هو مستوي قوي. هجيب حبه كده خضار، فلفل احمر على فلفل اخضر على فلفل اصفر كده ماشي الكلام عم شفيق، وكمان هجيب عندي حبه جزر، حبه بصل مش كتير، ده خضار اهو بتاع السنجاري، وكمان فلفل حار لازم سبايسي في السنجاري بدل صوص طماطم كده اهو. بسيط جدا الامور، ما فيهاش صعوبه ولا فيها اي شيء.
زيهم هعمل لهم حبه صوص طماطم برده نفس الموضوع كمان شويه، ده هيبقى عندي للجمبري. هرجع تاني اكمل بقيه تسويتي اهوت. بص كده يا شفيق الكلام، انت تعمل حبه يعني سنجاري على مزاج شويه. دول كده على ما اعتقد مش محتاجين مني اي حاجه غير بس ان انا احشي السمكايه بتاعتي. اي نوع سمك انا بحبه، لكن الافضل زي ما اتفقنا نجيب سمكايه متحمله شويه. انا شخصيا ما بحبش الـ الـ القاروص مثلا، ما دخلوش سنجاري، خساره، مش عايز سنجاري. ليه؟ والله بحس ان هو السمكايه حلوه وجميله جدا، ولكن لو حطيناها في السنجاري بيروح يعني قيمتها قوي، بتحس ان دخلت الفرن واستوت قوي. طب نعملها ايه افضل سمكايه؟ السمكايه القاروص هي اشيك سمكه تمشيها زيت وليمون او صينيه برضو، بس مش سنجاري عشان صوص الطماطم بيخليني بحس ان انا رحت للبوري اكتر او لسمك اللوط اكتر او حاجه زي كده. لكن الدنيس طبعا زيت وليمون ما يمشيش غير كده على ما اعتقد، او مشوي رده او محمر طبعا مش هقول لا. كده خلاص كده متشكرين. تمام، تعالى بقى نجيب السمكايه وندلعها شويه. هدلع السمكايه بتاعت ازاي؟ هي خلاص متضافة وجاهزه وزي الفل. هعمل لها فرسه لطيفه جدا او تتبيله سريعه جدا. ايه التتبيله دي يا سيدي بقى؟ بجيب عندي معلقه ثوم، بص كده يا شفيق اهي، معلقه ثوم، معلقه كزبره ناشفه، اهي يا شفيق ركز، نص معلقه شطه، اقرب ايه معلش يعني كده، حاضر يا باشا، حاضر يا باشا، حاضر، انا اسف، حبه ملح ماشي الكلام، وحطينا شطه متشكرين. بعمل ايه بقى كمان؟ حبه كزبره خضراء على الناشفه، وحبه شبت مفرومين. الطريقه دي جديده يعني، الطريقه دي انا بعملها مختلفه عن كل مره، وبقلبهم كويس قوي مع بعض كده اهو. بص بقى عاملين ازاي يا شفيق، بجيب عندي بدهن كويس قوي السمكيه كده، ركز معانا يا استاذنا اهو، ده تتبيله من الاساس يعني، انت بتاسس السمكيه بتاعتك من الاساس اهو. حلو كلامه، من جوه كل حته فيها تاخد حقها وتبقى متتبله كويس قوي اهو، متشكرين خلاص تمام. هتعمل ايه بقى تاني؟ هبدا اجيب عندي الصينيه بتاعتي، جايب عندي بصلايه، جايب عندي بطاطسايه، مروق الامور بكرفسايه يعني، حبه حاجات بسيطه، واديها كمان حبه ملح كده اهوت، وحبه شطه بسيط من الكمون عشان ما يمررش مني ماشي الكلام. واجيب عندي السمكيه بتاعتي اهو متبله بالشكل دوت، كله واخد حقه وتمام تمام. بجيب عندي الخلطه بتاعتي كده اهو، واعمل كده، انت فين يا شفيق؟ كده اهو، اهو يا سعاده البيه، حاضر، بعمل كده خلاص خلصت. وهبدا يا مدام عائشه. ايوه صباح الفل والياسمين، اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم، ربنا يخليكي. اهلا بيك، الله يخليكي. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله، دايما يا رب تمام بصحتك. سلم ايديك على كل حاجه بتعملها. الله يخليك يا فندم، ده من ذوق حضرتك، ربنا يخليكي. اموريني امر. ربنا يبارك فيك. انت كنت عملت الفراخ اللي بالكاري؟ ايوه. اسبوع كده شيف، وكنت حطيت لها بطاطس. ايوه. فعايزه اعرف بس مكوناتها وعينيا للتين. حاضر، انا فاكرها كويس، كانت فراخ بالكاري، صدور فراخ. أيوة. مكعبات. أيوة. ومعاها بطاطس صغيره مع رز. أيوة. ابيض صح كده؟ ايوه انا بحبها الاكل دي، انا اكلتها اليوم ده على فكره. مكوناتها لو سمحت. عينيا، حاضر حاضر يا مدام عائشه، حاضر. سلم ايديك. اوامر، بشكرك لذوقك، عينيا الاثنين، حاضر تحت امرك، بشكرك جدا يا مدام عائشه، حاضر. هقول لك على الطريقه اللي انت عايزاها، حاضر. بحط حبه عصير طماطم بسيط جدا على البطاطس اللي موجوده، وكمان سنه ميه دافيه ساقعه مش فارقه عندي، هجيب عندي سنه ميه صغيره كده اهوت، هنا كده اهو اهو. بص كده يا عم شفيق، بحطها هنا على صلصه الطماطم اهو، بص كده. ليه بقى بحط كده يا باشا؟ علشان خاطر تستوي معايا والحاجه تبقى واخده حقها. الجماعه الاسكندرانيه حبايبنا طبعا، ساعات بيعملوا الصينيه دي، يقول لك انا بحب احط البطاطس تكون نص سوا، يعني ايه؟ يكون سالقها واخده نص سوا. ده كده على ما اعتقد احنا كده ماشيين على ما يرام، الحاجه بتاعتنا متبله مبهره، كله رايق زي ما حضراتكم شايفين، يخش على طول الفرن ياخد وقته ويتعايش، ونشوف اخره ايه ان شاء الله مع حضراتكم. طيب اوعى تقول لي اطلع فاصل، اصبر عليا. انا عندي ده اول طبق راح بالسلامه وزي الفل وتم التمام. الزيت ده انا سايبه على جنب ياخد وقته ويسخن كويس جدا، علشان خاطر انا مش عايز اسوي الحاجه غير ما تكون واخده وقتها وتمت. السلطه خليها في الاواخر، خلينا نخش في طبق تاني سريع مع حضراتكم، ونعمل سي فود. ممكن نعمل صلصه الجمبري مع بعض، هي شبيهه على ما اعتقد، خليها دي بعدين. خلينا نعمل تتبيله حلوه
للمقالي اللي احنا كنا بنتكلم عنها من شويه، ونسيبها تاخد وقتها عشان احمرها في الاواخر بالسمسم وحبه البركه. هو ده المختلف مع الدقيق طبعا. واحده واحده هنشوف الامور عامله ايه وشكلها ازاي. دايما كالعاده بنتكلم في فكره تتبيله السمك، في عيب بيبقى مقسوم لجزئين. الجزء الاول ان يقول لك والله لما باجي احمر السمك بيقع مني الدقيق، تمام؟ ايه بقى عيبه؟ او البانيه ايه عيبه؟ حاجه من حاجتين، لا الزيت بارد لا التتبيله فيها ايه؟ زيت. يعني لو انا جبت دلوقتي، بص كده شايفين، تعالى ده توم وده توم، ركز يا هندسه، ده فيه ايه؟ زيت، تمام؟ ده ما فيهوش حاجه خالص، ده مفروم على الايد. لو انا هحمر اشتغل بده، لو هخش في طواجن وصواني قشطه، ده مش هيقولي لا. ماشي الكلام؟ واضح كده معاك؟ يبقى هشتغل بالتوم اللي هو مفروم من غير زيت. حبه توم وحبه كزبره ناشفه، حبه شبت، دي تتبيله سمكه لطيفه جدا. وعندي هريسه بتاعتي، الهريسه دي بعملها على ايدي، بجيب عندي فلفل حار، بجيب عندي ليمون، ببدا اضرب كله مع بعضه في الخلاط او في الكبه، وبحط عندي كمان عليها ملح وكمون، واظبطها بسنه خل. وكمان احنا متفقين مفيش هنا اي حاجه ليها علاقه بالزيوت، سنه ليمون، جميل كده. وعلي كمان حبه شطه لو حبيت، حبه كزبره وحبه ملح، روق كده التتبيله. ولو عايز اخش بقى في حته زعتر مش هيقول لي لا. يا اسراء، انا عايزاه. الو الو يا اسراء، ازيك؟ الحمد لله. واخبار السويس ايه؟ الحمد لله. ماما بابا؟ الحمد لله تمام. امورين يا اسراء. لو سمحت يا شيف، انا عايزه اكلمك ضروري بعد البرنامج او في الفاصل. عيني. حاضر. ليه؟ ضروري. طب ممكن تسيب رقمك في الكنترول؟ بشكرك يا اسراء، شكرا جدا ليكي. حاضر عينيا الاثنين. عايز اعرف عايزاني في ايه اسراء؟ شوفوا يا جماعه في الفاصل او يعني بعد ما نطلع الفاصل، شوفوا اسراء عايزه ايه ونشوف تحت امرك يا اسراء. حاضر. طيب حطيت عندي تبلتي، انا ما اعتقد دي تبلت سمك بسيطه جدا، حبه ملح كمان، وممكن لو حبيت احط حبه جنزبيل بودر، مش هيقولوا لا. انا بغير يعني، بعلي شويه تيست وبخلي الامور تبقى ابسط مما يكون. تعال نجيب حبه سمك والنقي اللي احنا عايزين نشتغل بيه. مقلي دايما بربوني، بوري يمشي مقلي، ولكن البوري لا، على ما اعتقد بلاش مقلي بوري عامه. احب ممكن يكون بولتي، احب يكون سمك مكرونه، ده ماشي الكلام. جمبري طبعا، كالماري، كل ده كله يمشي معايا. مقلي ما عندوش مانع خالص. خلينا نجيب حبه مرجان على حبه بربوني كده، اهو متنضف طبعا. بص شفيق اهو، نضفه السمكيه. هتكلم معاكم ان في من ده مزارع كمان، الامور واضحه. وهدي كمان وهدي كمان وهدي كمان وكمان ايه تاني؟ واصبر يا عم على رزقك. حاضر، هطلعك فاصل والله. وانت طيب وجميل، احنا بقالنا شفيق حبه والله ما اشتغلنا يعني كده. انت عارف انا اشتغلت في شرم الشيخ هوا طبعا، ولكن خليني افكرك بحاجه. انا كنت محكم شويه ومش عارف اطلع الحاجه اللي انا عايز اطلعها للناس، فكان على قد امكانياتي. اما هنا في مطبخك فطلع اطباقك بقى وكده. نعم، اصيل يا شفيق والله. سمك القشر البياض لازم اعمل كده بشتغل فيه. بص كده يا عم شفيق اهو، ليه بتعمل كده؟ اي شوكه هتحسها مش هتشوفها السمكه. بص شفيق اهي، بص الشوكه في الحته. انا بس بقول لحضراتكم لان في امهاتنا كتير جدا يعني تبقى عارفه ان ما فيهوش شوك، ويعني في الاخر بنلاقي اللي فيها شوك. بص كده اهو، اهي هروح اعمل ايه بالسكينه؟ اهو جاي كده اهو، وعامل دي كده اهو. انت فيكي شوكه؟ خليكي على جنب، اشوف فيكي ايه بعد كده كمان شويه. هاجي هنا احمر مثلا سلايز زي كده، او لو عايز اعمل كده اهو فينجر او صوابع، ده يمشي معايا محمر بالشكل دوت. وده مش لو عايز امشيها جزل امشيها جزل، مش هيقول لا. هجيب عند السمك متنضف كويس جدا، هعمل كده واحده والناحيه الثانيه واحده، ماشي الكلام، يتبل كويس قوي. عندي نفس الموضوع ده بسيط، البربوني. البربوني طبعا انا شخصيا ما بحبوش اكله غير وهو صغير، حجمه يكون صغير. الكبير ده لا اما يكون بخيره، وده وارد، ما واحد ما يقدرش يعني يزعل منه او حاجه، او ممكن يكون مزارع، عشان بس نبقى واضحين. يعني السمكيه لما تكون كبيره شويه الواحد بيشك فيها، يعني ان هي تيجي لحد عندك بالشكل ده طبعا ده شيء عظيم وبخيره وزي الفل، ولكن خلينا نتكلم من الامانه، وارد يكون مزارع. صح ولا مش صح يا شفيق؟
طيب انا هقلب السمك ده كويس جدا، بعد ما اقلبه هدخله عندي على مرحله الدقيق، وبعد كده هسيبه يقعد شويه وادخل التتبيله وانا شغال كده. بص يا شفيق اهو، قبل ما اطلع في وسط طلعك حال تعمل كده في التتبيله، خلي التتبيله تاخد وتدي مع السمكيه كده اهوت، وعايز السمك ياخد حقه في تتبيلته عشان خاطر لما يتحمر يبقى ليه طعم كويس جدا، ما يكونش معمول متصلق، عشان السمك الوحيد اللي ما ينفعش بعد ما حمره اتبله تاني بيبقى طعمه مش حلو، بيتاكل وكل حاجه بس مش ده المطلوب. طيب تعالى اطلع فاصل صغير جدا يا عم شفيق عشان ما تزعلش، بعد الفاصل نواصل. اهلا بكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. قبل الفاصل كنا احنا متبلين السمك، سبناه شويه، خلينا نقول مثلا بالعربي كده سبناه سعايا متبل، لازم يعني ياخد وقته ويتبل كويس جدا، بعد كده بنحمر السمك بيطلع بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين، معمول ما فيش اي افتكاسه فيه خالص، معمول بشكل بسيط جدا. يعني هنشوف هنعمل ايه تاني فيه كمان. انا السمكيه حطيتها في دقيق فقط لا غير، وجبت عندي بشكل بسيط جدا كده حبايه البركه والسمسم، شكل مختلف شويه يا رب يعجب حضراتكم، والسمكيه ما فيهاش صعوبه. حطيت في الدقيق عندي هنا حبه ميه، تعالى شوفي هنا عشان دي ناس انا عارف تعجبهم ان شاء الله. ادي الميه، ادي حبه البركه، ادي السمسم، تجيب السمكيه حطيتها عندك في الدقيق، ركز يا هندسه كده، بتبل السمكيه كده وش وظهر يعني اولها واخرها، وبتعمل كده وبتعمل كده، حلو الكلام. تاني اهو اهو، حلو الكلام، وتروح جاي عامل كده، هنشوفها عامله ازاي. تاني بل السمكيه كده، وبتعديها على حبه البركه، وبتعديها على السمسم، والعكس صحيح اهو، ركز يا هندسه، وكده اهو ماشي الكلام، وبتنزل السمكيه على الزيت الغزير بتاعها، نفس الموضوع السمكيه الفليه، نفس الموضوع كده اهوت، والعكس صحيح، بتبقى ليها طعم كويس على فكره. انا دقتها وعجبتني بصراحه، فقلت اكيد حضراتكم هتحبوها. نفس الموضوع بين السمكيه كده ووش وظهر، خش السمسم كده كده، وبتنزلها تتحمر، ما بتاخدش وقت كتير. السمك القشر بيض طبعا يعني ثانيه على طول بياخد كده، والعكس كده اه تمام، وسيبها تاخد وقتها وتمام التمام. اخر حته في هنا اللي بيغلي ده، شايفين انت عايز تسال طبعا، انا عارف ايه اللي بيحصل وايه اللي بيتاكل جنبك. حبه مكرونه عليهم حبه جمبري، شفت البطن بتاعهم جاهز، هجيب عندي اي جمبري انا بحبه بقشره افضل عشان يديني صوص كويس، وبعد كده هنشوف هيعمل فيه ايه دلوقتي مع حضراتكم، هنشوحه وهنروق الامور واحده واحده. طبعا لازم اي سمك محمر يطلع عليه لا اما حاجه خضراء، لا اما الافضل يكون منديل عشان خاطر طبعا يمتص شويه فكره الدهون او الزيوت، الزيت مش حلو طبعا لما نيجي نطلع حاجه متحمره مش لطيف. السلطه السنجاري شغاله، السلطه مش تاخد مني وقت، انا شغال واحده واحده مع حضراتكم والامور ابسط مما يكون. طيب خلينا نعمل ايه؟ نروق المكان ده على ما السمك يتحمر، عشان برضه نبقى ماشيين واحده واحده، ما يبقاش فيه حاجه ناقصانه. السنجاري هنبص عليه ونشوف اللي بيحصل. بسم الله الله الله، انا مش شايف ماشي تمام. بص شايف يا شفيق اللي بيحصل؟ مفيش حاجه فيها خالص، ده ما بياخدش وقت، ده خلاص استوى. سيبه سنه كمان، انا بحب اقرص سواء على السمك. السمك القشر البياض ده خلصان يطلع، يعني ما بياخدش وقت في التسويه طبعا اهو. مشكلتي بس ان انا مش شايف وانا بطلع السمكه اهو كده اهو، دي سيبها شويه وتاخد وقتها وتتعايش. طيب خليني اخش على الطاسه السخنه دي، الطاسه دي هعمل فيها صوص جمبري. انا عامل صوص الطماطم، مديها عندي بصلايه ناعمه، بصلايه سن الثوم، حبه هريسه شوحتهم، كوبايه عصير طماطم زي اللي عملته بالظبط من شويه، بس هجيب عندي حبه جمبري بقشره مغسول غسله نظيفه وانزله بالشكل ده، حلو الكلام ماشي كده. عايز اشوحه شويه واشم ريحه القشر الجمبري عشان اعلي التست اكتر بسن الثوم مع الزيت بتاعها كده ماشي الكلام، مع معلقه هريسه مشطشطه كده، واقلب براحتي خالص لحد ما يحمر بسنه. هي الفكره ان الجمبري ليه طعم كويس جدا البلدي السويسي،
بيبقى ليه طعم كويس جدا لما بتعمل بقشته وتقطع كده وتقشر وتاكل وتبقى انت مبسوط وانت بتاكل براحتك خالص. دايما ناس كتير جدا بتحبه مقشر، مفيش مشكله طبعا اكيد انا معاكم، بس اللي بقشره بيبقى ليه طعم كويس قوي. المكرونه دي زي ما حضراتكم شايفين اهي بتتسلق. انا قررت ان اعمل المكرونه دي على السريع لسبب واحد، لان في اولادنا كتير جدا ما لهمش في المقالي، مش هيخشوا في السكه دي، يقول لك لا انا عايز اكل حاجه خفيفه، برده ما نسقطهمش نعمل لهم اي شيء. احنا يعني لازم نكسر الروتين شويه، بعمل كل حاجه لكل الاعمار في البيت. صوص طماطم ده 5 دقايق بس اخد تشويحه حلوه، بعد كده هنزل عليه. تعال نبص على الفرن يا استاذنا. بسم الله. على ما اعتقد السمكيه البطاطسايه اللي اهم عندي من السمكيه تكون استوت. بص كده يا شفيق، شايف الامور عامله ازاي؟ حبه الميه اللي حطيناهم، بص معانا، الله يبارك لك. تعال نطلع فوق شويه في الدور الفوقاني، ننزل كده ونسيبها شويه تكمل بقيه تسويتها فوق وتحت درجه الحراره 150 لحد 200، ما عندناش مانع، ولكن الاهم يكون عينينا عليها. هنا بدا يحمر اهو، بص كده يا شفيق، صوص طماطم ينزل يعمل كده على طول اهو يا باشا. ده للباستا عفوا مسكوتشي، في حبه صلصه طماطم اهوت، حط لهم سنه ميه بسيطه جدا عشان برده خساره، ونسقسق شويه الصوص الطماطم اللي موجود قدامي اهو. ماشي الكلام. تعال نبص بصه على اللي بتحمر اهو يا باشا، ده السمك البربوني وطالع يعني متغطس في سنه حبه السمره مع سمسم، مديه لون ظريف جدا. وخدوا بالكم يعني هي الفكره حلوه وعجبتني بصراحه اني مغطيه الراس، لو كانت الامور يعني زي ما حضراتكم شايفين ما فيهاش صعوبه يعني. لان يعني في ناس تقول لك لا انا طب بتحمر من غير راسه، او يكون الديل يتشال او الحاجات كده، فده برده ممكن نعمل الشكل اللطيف ده. يبقى بص السمكيه هنا القشره بياض عامله ازاي، لطيف وجديد ودقوه هنا ما فيش حاجه. متشكرين. خلينا هنا بقى ناخد وقتنا في السلقه دي. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم، نشيل الزيت من هنا خالص كده على جنب، هو سخن كده، ناخد بالنا شويه وما نحطش زيت في اي نوع من انواع الحوض طبعا مش ظريف. ده كده على السريع، فاضل لي عندي كده المكرونه تاخد وقتها. على ما اعتقد المكرونه خلصت اهو، ده يطلع على طول، المكرونه تبرد شويه وتبقى لطيفه جدا ما فيهاش صعوبه. طيب كده احنا عملنا طبق المقالي جاهز، طبق الباستا الثاني، ثالث عندي في الفرن تمام التمام، الرابع عندي طبق سلطه هعمله في اخر فصل مع حضراتكم، عشان انا ما بحبش اتبل الخضره بدري قبل الاكل، لان طبيعي بيبقى الخضره واتبلت بالخل او بالزيت او بالليمون بتاخد ضعيفه شويه، ده مش حلو، فبخليها في الاواخر خالص. سمك مسلوق وجمبري وكلماري وكراب ستيك ده كله هيخش معايا مع زيه زي الخضره بالظبط، ولكن هدي تاتش العصير او الصوص بتاعها في الاواخر. المكرونه دي خلصانه، خليني اقلبها دلوقتي على طول وهي سخنه كده. مش سامع يا مدام ناديه؟ صباح الفل. أنا معاك وهو بقالي ساعة، حرام عليك. أهلاً بيك يا فندم. أنا بقالي ساعة. أنا آسف والله يا ماما، معلش والله، سامحيني عندي، أنا آسف دي والله. طيب يا عم معلش يا ماما، أنا آسف جداً والله. معلش يا ابني. ورغم ماشي تحت أمرك يا ماما، اتفضلي. ألو. أيوه. أيوه أيوه، ما حضرتك علاء، ما حضرتك تحت أمرك. أهلاً يا أستاذ علاء. أهلاً يا ماما، إزيك عاملة إيه أخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله دايماً. وعايزة أقدم لأحفادي. أيوه. عشان نادين والوجايده اقدم لهم في البرنامج بتاعك. عينيا الاثنين، عندهم كام سنه؟ عندهم 15 سنه. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب بيعرفوا يطبخوا بقى زيتهم كده ولا نص نص؟ لا والله يعني اهم شغالين. يلا حالا ان شاء الله ناخد ارقام تليفوناتهم لحضرتك ونتابعهم، يجوا لنا في اقرب جمعه ان شاء الله. الو. الو، انا مع حضرتك. طيب ناخد ارقام تليفوناتهم او رقم تليفون حضرتك ونجمعهم في اقرب جمعه، ويا ريت حضرتك كمان تشرفينا. طيب انا تحت امرك. يعني لا انت فوق الامر يا ماما، ربنا يخليك. رقمهم هم الايه؟ رقمي انا ولا رقمهم؟ الرقم اللي هنقدر نوصل لهم هم. انا اولا 012. لا 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 ماما، ثانيه واحده، انا هاخد رقمك في كنترول مع زمايلي مش على الهوا. ماشي. طيب. ماشي يا ماما. ماشي يا حبيبي، هتشرفينا ان شاء الله وتنورينا وحضرتك انت واحفادك. بشكرك جدا الحاجه ناديه، بشكرك لذوقك جدا. معلش انا عملت كده لاني ما ينفعش تقول رقمك على الهوا، فلا خلينا ناخد الرقم في السريه عشان نتكلم حضرتك طبعا، والشرف لينا ان احنا حضرتك تنورينا حضرتك انت واولادك. طيب انا عايز اطلع فاصل وعايز اروق المكان وعايز احضر كمان طبق لطيف يا شفيق كده على طول على السريع، يطلع فيه طبق الباستا الرائع دوت. خليني اغرفه يا شفيق كده اهو،
بالشكل دوت، طبق باستا بالجمبري ما فيهوش اي حاجه صعبه، وما ينفعش يقعد اكتر من كده في الطاسه عشان ما يلزقش. بصوا حضراتكم اهو عشان ما يلزقش، طبيعي طبق الجمبري ما فيهوش صعوبه، المكرونه بالشكل اللطيف دوت، والجمبري مش هلعب فيه خالص ولا هعمل فيه اي شيء، غير بس ممكن اديله حاجه خضراء تكسر اللون مش اكتر من كده اهو بالشكل دوت. ويا سلام بقى، يا سلام لو لقيت قدامي ريحان يبقى احلى كلام. اهو ريحان عالي جدا مع الباستات بالنسبه لي، بعشقه بصراحه. ولو عايز احط جبنه طبعا مش هيقول لا، ده كده الحام بزيت الزيتون، ده كده يبقى طبق اول لحضراتكم على المائده ما فيهوش اي صعوبه. وهطلع فاصل اروق المكان ونرجع نكون ان شاء الله كمان نغرف مع حضراتكم السمك المقلي الجميل دوت، ونشوف اللي في الفرن ايه والسلطه بعد الفاصل. اهلا بيكم مره ثانيه مع الام هنيه. طيب قبل الفاصل كنا احنا محمرين السمك وطلع بالشكل اللطيف دوت، والسمكيه زي ما حضراتكم شايفين بص كده يا عم شفيق طلع. انا على ما اعتقد في عندي حاجه من الاثنين لازم اعملها، عايز اغرفها السمكه دي، هكون واخد بالي جدا بحيث ان استوت خلاص مع البطاطس بكل شيء، وارد تتقطع. انا بقول الصراحه، لان احنا لو في البيت عملناها كده هتتقطع، نطلعها زي ما هي كده، او من الاول وانا بجيب صينيه واحط فيها حاجتي ما يكونش فيها التربيعه دي، تكون مسطحه بحيث ان انا انزلها بايدي وتكون زي ما هي. انا بقول لحضراتكم ان انت هتلاقوه في البيت، هي استوت بس طلعها بقى هتلاقيها تتكسر منك. فانا بالنسبه لي امانه سيبها زي كده اشيك بكتير جدا من ما اطلعها واهريها احطها في طبق. في البيت نفس الكلام، عايز اطلعها في طبق زي ما هي وده طبيعي جدا عادي، هكون جايب صينيه مسطحه زي دي يا شفيق تعالى عشان بس نوضح الامور، بحيث ان انا ما اعملهاش في البيت والاقيها في الاخر مكسره. بص هنا كان في واحده قدامي من شويه بس مش موجوده زي كده، بس من غير الحته دي صينيه، يعني صينيه ما تكون بالطول ده بس ما تكونش فيها القوايم اللي داير ما يدور. طيب طلع اول ثلاث اطباق مع حضراتكم، عايز اعمل طبق سلطه مزاج، سلطه بالسي فود مع الخضروات. هعمل الصوص الاول واقلب بعد كده كل حاجه انا عايز اعملها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اجيب عندي الاول معلقه كده فيها زيت الثوم، نفس مش هحط ثوم، ماشي الكلام، واحدة واحدة عشان يبقى معايا كده. ومعلقة تانية فيها نص معلقة ريحان، ركز معايا، معلقة تانية معلقة مستردة، واحدة، ماشي الكلام. وعندي حبة زيت زيتون، ماشي الكلام، وعندي كمان حبة ليمون، حلو. ومش هحط ملح يعني عشان انا عندي خيار مخلل وعندي كمان زيتون، احط سنه خل، سنه واحده بس كده، شفتها عامله ازاي يا شفيق؟ واقلب الكلام ده كده شفت بقى الليمون مع زيت الزيتون مع الخل عملوا ايه؟ لموا الدنيا كلها في المستردة وعملوها دريسنج او صوص زي ما حضراتكم شايفين اهو. راح انا عامل ايه؟ كسر سنه كمان من زيت الزيتون، حلو الكلام كده يا عم شفيق معايا واضح؟ اي حاجه تانية احطها دي براحتي بس انا كده تمام. هجيب عندي السي فود بتاعي زي ما حضراتكم شايفين، تعالى كده هندسه، ادي جمبري متقطع ومسلوق، سمك قشر بياض او سمك فيليه زي ما بحبه، كاليماري حلقات مسلوق، كله مسلوق. هتبل الاول الكلام ده لوحده اهو يا بيه، ماشي الكلام، وبايدك عشان ما تهريش الحاجه بالمضرب او بالمعلقه اهو. بص بسيط جدا كده اهو، كده اهو تبلنا وراح مرجعهم تاني في الطبق هو هو ده كده بقى تمام. هاجي عندي نفس الطبق، حبه خضره، حبه شبت، سنه ريحان تانيه هتبل الخضار، ماشي الكلام، بالزيت الزيتون نفس الموضوع. وهبدا بقى اجيب عندي الخضار بتاعي، خيار مخلل، فلفل الوان، حلو الكلام، والخس خليه في الاواخر، عندي حبه جزر، حلو الكلام كده، عندي كمان زيتون، وعندي كمان بصل مسكر ما يكونش يعني حار في بقي، ماشي الكلام، وعندي فجل
ماشي الكلام. وعندي كمان طماطم شيري اللي هي الصغيره، وعندي خس كابوتشا الوان كده اهو، ده برضو هيتقلب الكلام ده كله برضو بايدينا، بحيث ان الحاجه ما تتهريش، على قد ما انا عامل حاجه بسيطه جدا، بس مش عايز برضو ابوظ الدنيا. اهو قلب الخضار كويس جدا، خلي الخضار الكلي تيست كويس، مش عايز احط ملح لان عندي حاجه مخلله، فكده انا تمام. وريحه الريحان طالعه قبل كل حاجه. يبقى انت عندك تتبيلتين، واحده بمستردة للسي فود بتاعك، والثانيه زي ما حضراتكم شايفين. ادي الطبقين اهم، ده الطبق السي فود او الخضار مع السي فود المشكل مسلوق سلطه. هجيب عندي طبق فاضي وهبدا هغرف طبق السلطه، عشان عندي عصير ليمون لازم نشربه بعد الاكل الحلوه دي. ادي الخضار بتاعي يا بيه، بفرش كويس قوي الخضار زي ما حضراتكم شايفين كده، بنعمل طبق يكون شكله لطيف وده الاهم. بنجرنش الطبق واحنا شغالين عشان برضو العين بتاكل قبل البق. حلو الكلام، حاجات لطيفه صغيره جدا بس بتفرق في العين، وهو ده المطلوب. سبايسي براحتنا حسب الرغبه، حاجات كده برضو على القد. نجيب عندي ليمونه من هنا، ليمونه من هنا، ليمونه من هنا، متشكرين. هذا السي فود بتاعك بقى بيه. ايه يا بيدي اللي ماسكني؟ مش عارف ايه يا بيدي، انا بكلم واحد مش عارف، انا مش عارف. ادي الجمبري كله ده كله طبعا مسلوق واخد حقه في تبلته، وده المهم. ما بنهريش كتير واحنا بنقلب عشان خاطر الحاجه تبقى طالعه لطيفه، ما بقاش فيها زياده على اللزوم حاجه. اهو كده، وده كده على ما اعتقد مش محتاج مني اي شيء غير ان اطلعه لحضراتكم على المائده على طول. طبق سلطه سي فود على السريع. تمام؟ طيب ناقص لي ايه كمان؟ ناقص لي كوبايتين عصير او كوبايه عصير ليمون، عاديه جدا ما فيهاش اي افتكاسه، ولكن بيتعمل باسرع حاجه من الدنيا. ليمون في منه نوعين، في ليمون ساده ممكن اي حد في الدنيا يخش يعمله عادي جدا، وفي ليمون بالنعناع، وفي ليمون تالت بيتحط له سنه لبن عشان يبقى ابيض. ده موجود وده موجود وده موجود. خليني احط الليمون في الخلاط زي ما هو كامل، اصفيه في الاواخر، واجيب عندي كميه السكر بتاعتي. اضربه الاول الليمون كده بالشكل ده كده على طول، مع حبه ملح، حبه ملح عادي، حبه ميه. ماشي الكلام. النعناع السكر التلج على ما اعتقد، مفيش اي حاجه تانية خالص. هلم بس الحاجات دي، ويبقى عندي المصفى بتاعي عشان اصفي واشرب كوبايه ليمون لطيفه ما يكونش فيها اي حاجه صعبه خالص. بعمل كده طبعا، الخلاط ما شاء الله بتاع براون ده فرم الليمون في ثانيه. بجيب عند المصفى، بجيب عند جاك كده بالشكل دوت، وابدا اعمل كده واحده واحده. ونبدا نهز شويه كده المصفى، هو بينزل الحاجة بالشكل دوت اهو. بالشكل دوت، كوباية عصير ليمون بسيطة جدا جدا جدا. كده ونعمل كده ونعمل كده. ده التلج ده. ما عنديش تاني، هي كوبايه ونص مش كوبايتين. تمام انا راضي، ويطلع على طول الكلام اللطيف ده بالشكل ده. دي اكله سمك بالعصير بتاعها، بالسلطه بتاعتها، بالباستا، بالسمك المحمر، بكل شيء. على ما اعتقد هي ما فيهاش حاجه،
كل اللي عملناه كله تركيبات، ويمكن لو اتكلمنا اكتر ما طبخنا، لان الموضوع على ما اعتقد بسيط جدا. طبق مكرونه بالجمبري، ممكن اشيل الجمبري احط سي فود، ممكن اشيل الجمبري بقشره واخد القشر مش عايزه واحط الجمبري فقط لا غير، مع الباستا مع صوص الطماطم اللي هو ابسط حاجه في الدنيا. السمك المحمر بطريقه بسيطه جدا، ممكن احط البولتي، ممكن احط الشعور، ممكن احط اي سمكه غير بربوني او المرجان يمشي معايا برده نفس الكلام. الباستا نفس الموضوع، سوري السلطه نفس الموضوع، ممكن اشيل منها اي حاجه انا عايزها احط براحتنا مش هقول لا. نفس الموضوع السنجاري. دي كانت حلقتنا وكان الامور ما فيهاش صعوبه. بكره ان شاء الله الثلاث هيكون اكل شعبي او اكل الشرق بتاعنا. هنشوفكم ان شاء الله بكره على خير، حلقه جديده، والسلام عليكم.